الألمنيوم من مميزاته الإيجابية أنه سريع توصيل الحرارة، وهناك عيبان حقيقة، أن الطبقة الداخلية لا تمنع الالتصاق. الألمنيوم عند تعرضه لفترة طويلة للمواد الداخلة في الطعام مثل الأحماض أو مثلا عصير الطماطم أو الخل، خل التفاح أو ما إلى ذلك، تؤدي إلى تسرب وتحلل مادة الألمنيوم وتدخل داخل الطعام. والألمنيوم هناك صلة بينه وبين مرض الزهايمر أو أمراض الشيخوخة عموما،